بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع تابع المنادى المضموم ننتبه لهذا الدرس، لأنه درس صعب، ننتبه ليه جيدا. كن معي في كل شيء. احنا قلنا المنادى ايه هو؟ المنادى تعريفه ايه؟ المنادى هو ايه؟ هو الدعاء، مش كده؟ مأخوذ من قوله تعالى ايه؟ ربنا، ايوه، اننا سمعنا ايه؟ مناديا ينادي الايمان. اذا محمد هناك، اقول له محمد، اجد محمد ايه؟ جاء الى هنا. هل انا قلت له تعالى؟ انا لم اقل له شيئا، وانما جاء من نفسه، مش كده؟ اذا النداء هو طلب الايه؟ طلب الاقبال عن طريق ايه؟ يا او احدى ايه؟ اخوات يا. طيب، المنادى نفسه قسمان، مضموم أو إيه؟ منصوب. مضموم أو إيه؟ منصوب. مضموم يعني مبني، منصوب يعني إيه؟ معرب. حلو أوي. هل من الممكن أن نحذف حرف النداء؟ ممكن. حرف النداء في حذفه له ثلاثة أحكام: امتناع الحذف، جواز الحذف بقلة، جواز الحذف ايه؟ مطلقا. عندما اقول لك يا لله للمسلمين، يعني استغيث بالله من اجل المين؟ المسلمين. يا لله، هل من الممكن ان يحذف حرف النداء؟ يمتنع، لاننا ايه؟ اسلوب ده ايه؟ استغاثة. ايوه، استغاثة. والاستغاثة هي طلب الايه؟ النجدة. يا لأحمد لعلي، يعني تعالى يا أحمد انقذ مين؟ علي. يبدأ اسمه ايه؟ استغاثة. استغاثة، يبقى يمتنع الحذف. ومحمدا وظهرا، ده اسلوب ايه ده؟ ندبة. ايوه. هل من الممكن ان يحذف حرف الندى؟ لا يحذف. يبقى امتنع الحذف مع اسلوب الايه؟ ندبه. ومن حفر بئر ايه؟ زمزم، مش كده؟ يا انت اجتهد، يا انت او يا اياك اعمل. هل من الممكن احذف حرف النداء؟ لا يمكن، لا يمتنع، لان المنادى هنا ايه؟ مخاطب، مخاطب، مخاطب. يبقى ثلاثهم: استغاثة وندبة وإيه؟ ومخاطب. يمتنع الإيه؟ الحذف. طب متى يجوز الحذف بقلة؟ إذا كان المنادى إيه؟ اسم إشارة. أيوة، زي إيه؟ مثل إيه؟ يا الله، يا إيه؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ده قرآن، مش كده؟ ده قرآن. ثم أنتم هؤلاء، يبقى هؤلاء اسم إيه؟ إشارة. أصلها إيه؟ ثم أنتم يا هؤلاء، يبقى حذفنا حرف الإيه؟ إن ده حكم الحذف هنا إيه؟ جائز ولا ممتنع؟ جائز بقلة. أيوة، لأن المنادى هنا إيه؟ اسم إشارة. ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل. ذا أصلها يا إيه؟ يا ذا، مش كده؟ يا ذا. ارعو رعواء يعني امتنع عما تفعل. فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل، أي لن تعود صبيا مرة أخرى، فإنك قد تقدم بك الإيه؟ العمر. واشتعل رأسك بالإيه؟ بالشيب. ذا هنا حكم حذف حرف الندى هنا إيه؟ جائز بإيه؟ بقلة.
ثم أخذنا حكم تابع المنادى الإيه؟ المضموم، مش كده؟ نعت، نقول يا محمد الإيه الفاضل والفاضلة. محمد منادى مبني على الإيه؟ على الضم في محل إيه؟ نصب. يبقى من حيث الإيه؟ من حيث الشكل مضموم، يبقى مبني، لكن من حيث المحل إيه؟ منصوب، لأنه مفعول به. إحنا قلنا المنادى في محل إيه؟ نصب، لأنه في الأصل إيه؟ مفعول به، صح. إحنا قلنا بقى المنادى تاني موضع اللي هو إيه؟ يجوز حذف المنادى بقلة إذا كان اسم إيه؟ اسم جنس، اسم جنس، مش كده؟ وإحنا قلنا في اللغة العربية اسم الجنس يشبه الإيه؟ النكرة، يشبه الإيه؟ النكرة، يشبه الإيه؟ أصبح قرى أو أصبح ليل، مش كده؟ أصلها أصبح يا إيه؟ يعني كن صباحا يا إيه؟ يا ليل، وأطرق قرى، أطرق قرى يعني إيه؟ تواضع يا إيه؟ يا كروان. حذفنا الألف والنون إيه؟ ها اسمه إيه؟ إيه قول؟ قل نطبع. وتحركت الواو فتحة ما قبلها، فكل بتقلها إيه؟ ألف. أطرق قرى، أطرق قرى، إن النعامة في الإيه؟ في القرى، يعني هذه النعامة اللي هي الضخمة والكبيرة جبناها من الإيه؟ من الصحراء، وأسكنناها فين؟ في القرية. فأنت يا كروان يا صغير، ممكن نجيبك وندبحك ونجيبك ونأكلك إيه بعد شوية. فأنت يتواضع، أطرق قرى، فإن النعامة في الإيه؟ في القرى أو في القراء، يعني يقدم للضيفان. المهم، وهذا مثال يقال للإنسان المتكبر الذي يتواضع من هو أحسن منه. يعني عندي إنسان متكبر وإنسان إيه؟ متواضع. والإنسان المتواضع في المقام أحسن من مين؟ أحسن من المتكبر. فنيجي للمتكبر نقول له إيه؟ أطرق قرى، فإن النعامة في القرى. يا رجل تواضع، الأحسن منك إيه؟ متواضع. يا رجل إيه؟ تواضع، ده اللي أحسن منك إيه؟ متواضع. أطرق قرى، فإن النعامة في القرى أو في القرى. كله صح. طيب خلاص. طب متى بقى يجوز الحذف مطلقا؟ إذا لم يمتنع الحذف ولم يقل. يوسف، يوسف إيه؟ أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا إيه؟ يا يوسف. أيوة صح. ربنا أصلها يا إيه؟ يا ربنا، مش كده؟ حذفنا حرف الندى، الحذف هنا ايه؟ جائز مطلقا. ثم انتقلنا بعد ذلك وقلنا يا محمد الفاهم والفاهمة. الفاهم مرفوع مراعاة للايه؟ لللفظ. والفاهمة منصوب مراعاة للايه؟ للمحل. ده النعت، النعت فقط. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أقسام المنادى. المنادى إما أن يكون إيه؟ مضموما، وإما أن يكون إيه؟ ها؟ منصوبا. المنادى المضموم كم حاجة؟ المفرد العلم يا محمد ويا محمدان ويا محمدون ويا فاطمة ويا فاطمتان ويا فاطمات، مش كده؟ يبقى كل ده إيه؟ مفرد، مفرد علم. طيب نكرة مقصودة يعني ايه؟ نكرة معينة ومعروفة. يا رجل، يبقى قصدي الرجل. يا طالب، قصدي هذا. يا صديق هذا. يا زميل هذا. يبقى معروف ولا غير معروف؟ يبقى اسمها نكرة ايه؟ والمفرد العلم والنكرة المقصودة كلاهما ايه؟ يبنى على الايه؟ على ما يرفع به. ضمة ايه؟ يبنى على ما يرفع به، فإما أن يبنى على الضم إذا كان مفرد، أو يبنى على الألف إذا كان إيه؟ أو يبنى على الواو إذا كان إيه؟ جمع إيه؟ طب إذا كان جمع مؤنث سالم نقول يا فاطمات، يبنى على الإيه؟ الضم برضه. يا زينبات، مبني على الضم أيضا. طب ونيجي بقى للمنصوب اللي هو إيه بقى؟ النكرة غير المقصودة. يا رجلا خذ بيدي، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، مش كده؟ أليس هذا؟
لا هو يعني يعني عارف ان في حواليه ايه رجال او ناس يعبرون الطريق، فهو بيقول يا رجل خذ بيدي. يبقى رجل معين ولا اي رجل؟ اي رجل. أيا راكبا إما عرضت فبلغ الندامايا من نجران ألا تلاقيا. هو قصده راكب معين ولا أي راكب؟ أي راكب. أيوة. أيا راكبا إما عرضت فبلغ الندامايا من نجران ألا إيه تلاقيا، مش هيقابلهم تاني. طيب ده كده إيه نكرة إيه غير مقصودة. ننتقل للنوع الإيه الرابع اللي هو الإيه مضاف، مكون من كم كلمة؟ كلمتين. التانية دايما مجرورة يعني مضاف إليه. يا عبد الله، يا صاحب الحق، يا طالب العلم، يا فاهم الدرس. مش كده؟ أتفهم هذا أم لا؟ أو الشبيب الإيه؟ حكمه إيه؟ معرب إيه؟ ايه هو الشبيب المضاف؟ تعريفه ما اتصل به ايه؟ ده كلام. ما اتصل به شيء من ايه؟ من تماما من معناه، اما بايه واما بايه؟ اما بعطف واما بايه؟ بعمل. عطف يكون في الايه؟ في العدد الذي سمي ايه به. يا خمسة وايه؟ وسبعين. يا ثلاثة وايه؟ وثلاثين، وهكذا. أو إيه يتصل به بعمل، يعني الكلمة الأولى تعمل في الثانية، تعمل فيها الإيه الرفع أو النصب أو الجر. يلا هات الأمثلة. ها يا كريما من أبوه، مش كده؟ يا كريما أبوه، يا صادقا أخوه، يا فاتحا بلادا، بلادا يبقى مفعول به، يا مقدما الخير، يا فاهما الدرس، مش كده؟ انت اللي فاهم الدرس، يبقى الدرس دي عربها ايه؟ مفعول به. يا محسنا الى الايه؟ الى الفقراء، جر ومجرور متعلق بمحسن، مش كده؟ ولا انتوا مش معايا؟ وابن المعرف المنادى المفردة على الايه؟ على الذي في رفعه قد ايه؟ عهد. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، والمفردة المنقورة والمضافة، وشبهه انصب عادما خلافة. مش كده؟ أليس هذا؟ كل ده شرحناه. وبعدين تكلمنا على الايه المنادى الايه الايه الضرورة الشعرية، ايه ينون للضرورة الشعرية. حاصل المنادى يا محمد ما لا ينون، تقول يا محمد يا رجل بدون تنوين، فإن نونت للضرورة الايه الشعرية، للضرورة الايه الشعرية. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. ها تتذكرون هذا؟ سلام الله يا مطر، هو مفروض يقول يا ايه يا مطر، يبقى نون ليه؟ للضرورة الشعرية، يعني هو اضطر إلى ذلك في الشعر. هذا تنوين مع الإيه؟ مع الضم. وهناك تنوين مع الإيه؟ مع النصب. ضربت صدرها إلي وقالت، قالت إيه؟ يا عديا، اسم عدي، لقد وقتك الإيه؟ الأواقي. ثم انتقلنا إلى المنادى الموصوب بابن، مش كده؟ يا محمد ابن، يا محمد ابن، او يا محمد ابن علي، صح. يكون المنادى ايه؟ مفرد علم. وابن تضاف الى ايه؟ مفرد علم، ولا يفصل بين المنادى وابن فاصل. وابن هذه من حيث الاملاء لا تكتب. يا علي ابن محمود مثلا، فإن قلت يا رجل ابن محمد لا، يا علي ابن قريتنا لا، يا علي الفاضل ابن قريتنا لا. لماذا؟ لأن فقد إيه شرط، مش كده؟
طيب وشرحنا ايه بعد كده؟ الجمع بين حرف الندى وال، الجمع بين حرف الندى وايه وال، نقول يا الله، يبقى يجمع بين ايه؟ بين يا وال في لفظ ايه؟ الله. الاصل لا يجمع، الاصل لا يجمع بين يا وايه وال. لماذا؟ لان يا للايه؟ للتعريف، وال للايه؟ فلا يجتمع ايه؟ معرفان، معرفان اسم فاعل على معرف واحد اسم مفعول، لا يجتمع ايه؟ معرفان على ايه؟ معرف واحد، لا يجتمع ايه؟ معرفان على ايه؟ معرف واحد. حلو قوي. قلنا المواضع التي يجوز الجمع فيها بين يا وال ايه هي بقى؟ اول حاجه لفظ ايه؟ الله. وايه تاني؟ ها قول الله. تاني حاجه ضروره الايه؟ شعريه. ضروره ايه؟ شعريه. ومترفيا الغلامان اللذان ايه؟ فرا اياكما، اياكما ان تعقبانا شرا. فيا الغلامان جمع بين ايه وايه؟ وقال ضرورة الايه؟ وهذا ايه؟ شاذ. طب رقم ثلاثة، ها المركب الايه؟ المركب الايه؟ الاسنادي، مش كده؟ جملة سمي بها محكي القول. واحد 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 اسمه ايه؟ محمد فاهم، اسمه كده، ابوه سمى كده، نقول له يا ايه؟ يا محمد فاهم، مش كده؟ الطالب ناجح، اسمه كده الطالب ناجح، نقول له يا ايه؟ الطالب ناجح، اسمه كده. يبقى هي نجمع بين ايه وقال في كم موضع بقى؟ في لفظ الله، وتاني حاجه ايه؟ الضروره الشعريه، وتالت حاجه ايه؟ محكي الجمل، جمله ايه سمي بها. طيب الله، نقول الله اكثر ولا اللهم؟ الله اكثر في الاستعمال يعني، ولا اللهم اكثر؟ اللهم حذفت يا وعوض عنها بالايه؟ بالميم المشدده في الاخر. اللهم، اللهم اعرب، اللهم، الله منادى مبني على الايه؟ الضم في محل ايه؟ نصب. اصله يا الله والميم زائده، حرف زائد لا محل له من الايه؟ من الاعراب. نعم. عاوز تقولي حاجه؟ خلاص فاهمين؟ هل يجوز ان تقول يا اللهم؟ لا، لا يجوز، لانك حذفت يا وعوضت عنها بالميم الايه؟ المشدده، فلا تجمع بين العوض والايه؟ والمعوض عنه. مش كده؟ اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم، يا اللهم، فانا جمع بين الياء والميم المشدده، وهذا ايه؟ شاذ، وهذا ايه؟ شاذ. مش كده؟ يا محمد صاحب علي، ده المنادى، مش كده؟ وده نعرفه ايه؟ محمد صاحب علي، يبقى ده نعت، مش كده؟ نعت هنا ايه؟ مضاف، لان دي مضافه ودي مضاف اليه، صاحب علي. طيب المنادى هنا في قلب؟ لا، يعني في كلمه قلب؟ لا، يبقى دوت مضاف غير محلنا بايه؟ الان انتبه لاول حاله دي، او زي يا ذا الحلل، ازيد ذا الحلل، ايه هي؟ يبقى يا محمد صاحب علي، يبقى ده مضاف غير محل بقلب، ده نعرفه ايه؟ نعت. كويس. طيب نعت ماله؟ نعت ماله يا حضرات؟ منصوب، مراعاة للايه؟ للمحل. صح. يبقى أول حاجة هنشرح الايه؟ التابع، اسم التابع. التابع يشرح النعت، الحقيقة كلها يعني. النعت، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، وعطف البيان وعطف النسق، والبدل. صح. بس
محمد ده مين؟ كاء زيد، كاء زيد، أزيد. الهمزة هنا حرف ايه؟ حرف نداء برضو. زيد هنا ايه؟ منادى، مبني على الضم في محل ايه؟ مصر. ده او ده منصوبة ايه؟ ده هنا ايه؟ منصوبة لانها نعت. زيد منصوبة بالايه؟ ليه ماذا منصوبة بالالف؟ اقول الاسماء الستة، يعني انت في اللغة الابتدائية انت في الازهر اسماء الاسماء الستة، في الوزارة تقول الخمسة معلش. يبقى من الاسماء الايه؟ الستة. ليه؟ لان في الوزارة ما بيجيبوش كلمة هانوكا، هانوكا اسمه اللي بقى يشتق بعد كده. معايا؟ ازيد ذا الحيل، ازيد منادى مبني على الضم. ذا الحيل يعني صاحب اللي الحيل، يعني المكر يعني. يبقى هنا ذا الحيل، هنا نعت، نعت لزيد. ماله بقى؟ منصوب مراعاة للايه؟ منصوب علامة نصبه لايه؟ كاتب الدرسي. يقول كاتبة ولا كاتبه؟ كاتبة. لأن هنا المنادى هنا ايه؟ لأن هنا التابع ايه؟ نوعه ايه؟ مضاف أيضا بس ما فيهوش ال. الكلمة الأولى ما فيهاش ال. احنا ننظر للكلمة الأولى، الكلمة الثانية دايما ايه؟ مضاف إليه مجرورة، دايما ايه؟ مضاف إليه مجرورة، ها؟ فاهمين؟ يبقى الكلمة الأولى إيه؟ مضاف غير محل بإيه؟ إيه حكمها؟ يجب فيها النصب، يجب فيها الإيه؟ النصب. تجب أن تكون منصوبة مراعاة للإيه؟ نعرفها هنا إيه؟ نعت، نعت. نعرفها هنا إيه؟ قال لك وينطبق النعت مع عطف البيان، وإيه كمان؟ التوكيد المعنوي واحد، حكم واحد في الثلاثة. لما نتكلم عن النعت كانك تكلمت على الايه؟ عطف البيان وايه؟ كمان؟ اذا احنا قلنا يا ايه؟ يا علي كاتب الدرس، يبقى ده مكون من كاتب الدرس، ده نعربه ايه؟ نعت. نعربه ايه؟ نعت. مكون من كم كلمه؟ كلمتين، الاولى مضافه للايه؟ للثانيه، يبقى الثانيه دايما ايه؟ مضاف إليه، يبقى ده اسمه منادى إيه؟ مضاف، مش كده؟ هل في ال؟ كاتب فيها ال؟ يبقى حكمه هنا إيه؟ يجب النصب، يجب فيه الإيه؟ النصب. يبقى التابع هنا يجب فيه الإيه؟ النصب. التابع هنا يجب فيه الإيه؟ النصب، مش كده؟ يا محمد كاتب الدرس، يا زيد ذا الحيل، عندك أزيد ذا الحيل، يا محمد ضارب اللص، أو يا علي صاحب عمرو، وهكذا بوصفه. كل دي أوصاف، ها؟ يبقى كل ده نعربه إيه؟ نعت. إيه نوع النعت هنا؟ مضاف، مضاف غير محل بإيه؟ بقل. ده نوعه. إيه حكمه بقى؟ يجب إيه؟ يجب نصبه. يجب إيه؟ يجب تجب فيه الإيه؟ نصب، يعني ننصبه مراعاة لللفظ أو مراعاة للمحل. طب يلا نعرف بقى بالتفصيل. يا ابراهيم صاحب عمرو، ها؟ ابراهيم ايه؟ منادى مبني على الايه؟ على الضم في محل ايه؟ صاحب عمرو، ها؟ اعربه. نعت، او كاتب الدرس، او فاهم الايه؟ الدرس، مش كده؟ يبقى نعربه ايه؟ نعت. ماله؟ منصوب مراعاة للايه؟ حكم منصوب، يعني ايه حكمه؟ يعني جائز ولا واجب ولا ايه؟ واجب. ايوه واجب. طب لو قلنا يا ابراهيم ابا زينب، ابا زينب نعربها نعت لابراهيم؟ لا. مين هو ابراهيم ده؟ ابو زينب، ابو فاطمه. احنا قلنا بدل، لا مش دلوقتي، خليها عطف ايه؟ عطف بيان. مين هو ابراهيم؟ ابو زينب. من هو محمد؟ ابو ايه؟ ابو يحيى، مش كده؟ هو ده، هو ده. يبقى ده اسمه عطف ايه؟ عطف بيان. افهم يا بامبو، افهم. يبقى يا ابراهيم ابا ايه؟ زينب. يبقى ابا زينب نعربها ايه؟ عطف بيان. ده مضاف ولا مش مضاف؟ ابا زينب محل بال؟ لا. يبقى هنا يبقى يجب ايه؟
مش احنا قلنا النعت هو ايه تاني وعطف البيان هو ايه تاني والتوكيد الايه معناه كله حكم واحد مش كده. طيب يا ابراهيم ابا زينب يا علي اخ العربي يا اسماعيل ماله اسماعيل ده اخاك مش كده هو اخوك ولا لا مش اخوك اخوك ما نعربه ايه عطف ايه عطف بيان ماله حكمه ايه يجب فيه الايه طب نوعه ايه مضاف غير محلى بال تقول كده مضاف غير محلى بايه بال طب اول بيت بيقول ايه تابعه تابعه في الضم المضافه دون ال يعني التابع هنا مضاف وبدون ال الزمه نصبا الزمه نصبا يعني يجب ايه يجب فيه النصب كأزيد ذا الحيل جاب لك مثاله يا زيد يا صاحب الحيل مش كده يا صاحب الحيل أزيد ذا الحيل يبقى نعرف زيد هنا ايه منادى مبني على الايه في محل ايه ذا نعت ماله منصوب منصوب بالايه بالالف لانه ايه من الاسماء الستة ذا مضاف والحيلي ايه مضاف اليه حلو قوي يبقى هذا ينطبق على مين النعت التوكيد الايه المعنوي وايه كمان خدنا امثله هنا للايه النعت وايه كمان وخدنا امثله الايه عطف البناس امثله الايه التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي زي ايه اجمع واجمعونا والحاجات دي كلها يا رجال يا رجال جميعهم جميعهم يعني قصدي الرجال كلهم يا رجال منادى مبني على الايه في محل ايه يبقى منادى هنا ايه مفرد تقول لي ازاي مفرد هو جمع مش احنا قلنا المفرد هو ايه يشمل المفرد والايه والمثنى والجمع مش كده اليس مضاف ولا شبيها بالايه طب يا رجال جميعهم جميعهم او كلهم او عمتهم طيب ده نعربه ايه توكيد معناه وماله مرفوع ولا منصوب 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 مراعاه للايه طب نشوف كده جميعهم نوعها ايه كده مضافه ولا مش مضافه طب فيها قال يبقى فيها ايه يجب نصبها يجب فيها ليه النصب اذن نقول يا تميم كلهم يا رجال جميعهم مش كده يا مثقفون كلهم وهكذا قول يبقى إذن إيه بقى إحنا قلنا النعت التوكيد النعت هو إيه وتاني حاجة تاني حاجة إيه عطف الإيه البيان وتالت حاجة الإيه التوكيد المعنى حكمهم إيه واحد طيب نبدأ أول حاجة في التوابع إيه التابع هنا نوعه إيه التابع ها مضاف وغير محلى بال حكمه إيه حكمه إيه حكم التابع هنا إيه يجب نصب مش كده ابن مالك بيقول ايه تابعه تابعه بالضم المضافه دون ال يعني التابع مضاف وبدون ال تابعه بالضم يعني المنادى يكون ايه مضموم مش كده الزمه نصبا يعني يجب ايه كاء زيد ذا الحي اظن الالفيه واضحه اهي باينه اهي كده سهله ولا صعبه سهله ما فيهاش صعوبه طب قال لي بعد كده وما سواه خد بالك من انه التابعة في الضم المضافة ألزمه نصبا وجاب المثال أزيد ذا الحيال يبقى احنا بنتكلم على النعت وايه كمان وعطف البيان وايه كمان
والتوكيد المعنوي، مش كده؟ حكمه ايه؟ احنا اتكلمنا في حكم واحد فقط اللي هو ايه؟ يجب فيه الايه؟ النصب. ان كان ايه؟ ان كان ايه؟ مضاف وغير محل بال. طب ننتقل للحكم الثاني بقى. طبعا الألفية، وقرينا الألفية تابعة للضم المضافة دون ال، ألزمه ايه؟ نصبا. فإن كان مضافا وفيه ال، مضاف وفيه ايه؟ ال، ادي واحدة. أو غير مضاف، غير مضاف ايه حكمه؟ يجوز، ايوه قول، قل، يجوز فيه الرفع والايه؟ والنصب. غير مضاف دي سهلة جدا، خدناها قبل كده، يا محمد الناجح والناجحة. هل الناجح مضافة؟ لا، خلاص، يبقى بها ايه؟ وجهان. ما هما؟ الرفع والايه؟ ودي فاتت قبل كده، مش كده؟ طيب، يا محمد الناجح والناجحة، ده نوعه ايه اللي هنا نتابع؟ نوعه ايه؟ التابع هنا نوعه ايه؟ ايوه، ما احنا نعت، ايوه نعت، نوعه ايه؟ غير محل بال، ونوعه ايه كمان؟ مفرد، مفرد، اسمه مفرد مش مضاف، مفرد، اسمه ايه؟ مفرد. يبقى احنا اتكلمنا على الايه؟ النعت فقط. طب ناقص معانا ايه كمان؟ عطف البيان وايه؟ والتوكيد الايه؟ يلا نجيب مثال، مين يجيب لي مثال مثل هذا؟ ها يلا، احنا قلنا يا علي الفاهم او الفاهمة او الناجح او الناجحة، دي خلاص خلصنا منها. طيب، يا علي الكاتب الدرسي، يمشي؟ مش الكاتب الدرس ده مضاف؟ الكاتب الدرس زي مثل كاتب الدرس، مش كده؟ ده نوع ايه؟ مضاف، لكن المنادى هنا فيه ايه؟ قال. يبقى فيه كم حكم؟ حكمان، اللي هما الايه؟ الرفع والنصب. هنا نقول ايه؟ الكاتب الدرسي والكاتبة الدرسي، صح. يبقى يا علي الكاتب الدرسي والكاتبة الدرسي، صح. ركز معايا، ركز، ركز، انتبه. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في تابع المنادى، مش كده؟ هنا التابع كله، احنا لسه لم نتعدى الايه؟ النعت، خد بالك، النعت، ما زلنا في الايه؟ في النعت. قلنا الحالة الاولى يكون ايه؟ لا، الحالة الاولى قلنا خلاص، الحالة الاولى اللي احنا شرحناها مضاف غير محل بال. الحالة التانية ايه بقى؟ مضاف ومحل بال او غير ايه؟ او مفرد، مفرد، مش كده؟ انتبه، دي الحالة اسمها الحالة الايه؟ التانية، التانية، الثانية. التانية ليها حالتين، التانية ليها حالتين، ايه هما؟ مضاف وايه كمان؟ ومحل بال، ادي واحد، وايه كمان؟ غير مضاف، يعني مفرد، مش كده؟ ده ايه حكمه؟ حكمه يجوز فيه ايه؟ وجهان، ايه هما؟ الرفع والايه؟ والنصب. نقول يا محمد الايه؟ الناجح، ويا محمد الايه؟ الناجح. نعرف الناجح ايه؟ نعت. الناجح نعت ايه؟ مرفوع، والناجح نعت ايه؟ منصوب. الأولى مراعاة للإيه؟ والتانية مراعاة للإيه؟ يا محمد الكاتب الدرسي، ويا محمد الإيه؟ الكاتب الدرسي، مش كده؟ نعرب يا محمد منادى مبني على الإيه؟ في محل إيه؟ الكاتبة، ها؟ نعت، ماله؟ منصوب مراعاة الكاتبة الدرسي، الدرسي نعربها ايه؟ مضاف اليه، ماله؟ منصوب. مجرور ولا منصوب؟ مجرور. ويا محمد الايه؟
الكاتب الدرس الكاتب نعت نعربه ايه؟ نعت مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع مراعاة للايه؟ لللفظ صح. على حتة انتبه ليا بقى اقول لكم طرفة ايضا انتبه كويس. احنا هنا بنقول ايه؟ يا محمد الكاتب الدرسي والكاتبة الدرس، مش كده؟ صح؟ طيب والله متم ايه؟ نوره، مش كده؟ والله متم ايه؟ نوره. في متم ايه؟ نوره. ايه مش موجود؟ طب متم نوره ومتم ايه؟ نوره. يقال يعني دي في كتب الايه؟ في الكتب الأدبية، إن الإمام أبو يوسف، تعرفون أبو يوسف؟ ها، مؤسس الإيه؟ المذهب الإيه؟ الحنفية، تلميذ مين؟ الإمام إيه؟ أبو حنيفة، صح. وكان قاضياً بارعاً مفتياً عظيماً، كان لا يحب علماء النحو، ويقول النحو ده ملوش لازمة. إيه لازمته؟ فهذا أغضب من؟ الكسائي إمام الكوفة، عالم النحو المشهور. طبعا أنتم تعرفون البصرة والإيه والكوفة في العراق. إمام البصرة هو الإمام سيبويه. طبعا سيبويه ده راجل مش إيه؟ مش عربي، ليس بعربي، كان فارسي الفرس الآن اللي هي إيران. طيب أما الكسائي فكان عربي، مش كده؟ الكسائي، وإن كان أكثر علماء النحو واللغة والحاجات دي كلها أصلا غير عرب، يعني يقولون هذا العلماء كويس. طيب الكسائي بقى إيه؟ اتضايق، تضايق من هذا القول إن النحو ملوش إيه؟ ملوش فايدة، ولماذا نعمل بالنحو؟ فالإمام الكسائي غضب وزعل قوي من الكلمة دي. ومين اللي قايلها؟ الإمام من؟ أبو يوسف مؤسس المذهب الإيه؟ الحنفي. مع من؟ مع الإمام مين؟ أبو حنيفة. طيب كان الخليفة في ذلك الوقت هو هارون الرشيد. هارون الايه؟ الرشيد. ومن الذي يعلم أبناء هارون الرشيد؟ اللي بيعلم أبناء من هارون الرشيد الكسائي. الكسائي هو اللي بيعلمهم. طيب هارون الرشيد ده ظلم في الكتب، ظلم هارون الرشيد، لأن هارون الرشيد ما كانش راجل عربيد ولا بتاع نساء ولا حاجات من دي ولا خمرة ولا الكلام ده كله. المهم يقال إن هارون الرشيد كان يحج عاما ويحارب في سبيل الله عاما. المهم دخل الكسائي، ودخل طبعا قبليه أبو يوسف قصر الإيه؟ هارون الرشيد. الاتنين دخلوا، فطبعا الكسائي دخل وراه، فقال له يا علامة يا شيخ، قال له نعم، قال له ما رأيك لو قلنا هذا قاتل غلامك وهذا قاتل غلامك، أيهما نأخذ؟ نأخذ مين؟ مين يقام على الحد؟ قال كلاهما يقام علي الحد. فمن بعيد خالص هارون الرشيد قال له لا، الأول يقتل والثاني لا. الأول إيه؟ والثاني ايه؟ لا. هي ديت الحتة دي بقى نقولها، نفسرها شوية. هذا قاتل غلامك، يعني قتل خلاص، يبقى يقام عليه الايه؟ لكن هذا قاتل غلامك لسه هيقتل، زي انا اكل طعامك لسه هاكل ايه؟ الطعام. انا اكل طعامك، يعني في ناس لسه ما كلوش، انا هاكل معاهم، فاقول له انا هاكل الطعام مع الناس دي مثلا، انا اكل طعامك. ليه؟ يبقى في المستقبل، ها، يبقى لم يقتل، يبقى الاول يقام عليه الايه؟ الحد، لانه ايه؟
قتل، أما الثاني فلا يقام عليه الايه العد لأنه لم ايه لم يقتل. أيوة كده. المهم ايه ده، مين اللي قال كده بقى؟ هارون قال الأول ايه يقام عليه الحد، أما الثاني ايه لا يقام عليه الحد. فطبعا دي كانت فرصة للكسائي ان هو يفهم ايه الإمام ايه أبا يوسف ايه المعنى. قال له لو جرينا اللي بعديها يبقى قتل فعلا، لو نصبنا اللي بعديها يبقى لسه ما قتلش. يعني نصبت يعني ايه؟ يبقى مفعول به. هذا قاتل، قاتل، ما هو قاتل ده اسم ايه؟ فاعل يعمل عمل الايه؟ الفعل، يعني يرفع وايه؟ قاتل هو غلامك، يبقى قاتل غلامك في المستقبل، يبقى مفعول به، مش كده؟ فإذا عرف الإمام أبو يوسف قيمة الايه؟ النحو وفضل علماء الايه؟ النحو، ففهم ذلك منذ ذلك. وما أجمل هذا الشاعر الذي يقول النحو يبسط من لسان الألكان، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. النحو يبسط من لسان مين؟ الألكان، الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، لا يستطيع أن يتكلم، يعني النحو هو اللي يخليه يعرف يتكلم. النحو يبسط من لسان الألكان، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، ما لم يخطئ في كلامه يبقى إيه؟ نقول له شكرا أنت عظيم. وإذا طلبت من العلوم أجلها، يعني أنفسها وأحسنها، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مين؟ مقيم الألسن، يعني اللي يضبط لك اللسان. واضح القصة؟ واضحة. فإذا القرآن بيقول إيه؟ والله متم إيه نوره بالجر، بالجر ليه؟ بالجر لأن مضاف ومضاف إيه إليه. فهمتم القصة؟ عرفتم المغزى؟ طيب إحنا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ النوع الثاني من إيه؟ من النعت، اللي هو إيه بقى؟ مضاف وغير محلى بال، او ايه؟ او مفرد مضاف وايه محلى بال، او ايه؟ او مفرد. طيب نقول يا ايه؟ احنا بنقول يا محمد، او يا ايه؟ المثال بتاعنا ايه؟ الفاهم الدرس، مش كده؟ في قال هنا، يبقى الفاهم او الايه او الفاهمه. يا محمد الطيب والايه الطيبه، يا علي الناجح والايه والناجحه. ده كل ده نعت. هننتقل الى ايه بقى؟ عطف البيان. يا طالب، يا طالب، مين ده الطالب ده؟ مش عارف مين الطالب ده فيكم، محمد ولا علي ولا ابراهيم ولا محمود؟ يا طالب علي، يبقى علي، يبقى الطالب هو مين؟ هل علي في هل؟ ده مفرد، مش كده؟ يبقى بنقول يا طالب ايه؟ علي وايه؟ وعليا، صح؟ مش كده؟ يا صديق، هل انا عرفت من الصديق؟ لم اعرف. يا صديق ابراهيم ولا ايه؟ ولا محمودا ولا محمدا؟ محمد مثلا. يا صديق محمد وايه ومحمد، هو الصديق هو اسمه ايه؟ محمد. يبقى نعربه ايه؟ نعربه ايه؟ عطف بيان. حلو قوي. طب لو قلنا يا تميم، نقول اجمعونا وايه واجمعينا. النوع هنا ايه؟ اجمعونا دي تعربها ايه؟ توكيد ايه؟ معنوي. هل محلى بال؟ لا، مش محلى بال. يبقى فيه ايه؟ وجهان. ايه هما؟ الرفع نقول اجمعون مرفوع بالايه، واجمعين منصوب بالياء، يبقى كلاهما ايه؟ صح. يبقى اذا بنقول تاني البدل، لا مش في البدل، احنا في النعت،
عطف البيان توكيد المعنوي كل حكمه ايه واحد. قلنا الاول ايه في الاول خالص قلنا ايه اذا كان مضاف غير محلى بال يجب ايه يجب نصبه زي المثال بتاع الكتاب اللي هو بيقول ايه ازيد ذا الحيل ازيد يعني يا زيد ذا يعني صاحب الحيل يعني المكر ازيد ذا الحيل خلاص طيب هننتقل بقى للايه للبدل وعطف النسق انتوا عارفين البدل عطف النسق سهل نقول جاء دخل الفصل المدرس والايه والطالب يبقى الطالب معطوف على مين الطالب معطوف على مين على المدرس اسمه ايه عطف نسق يعني الكلمه الثانيه ترجع للكلمه الاولى بس بالتنسيق يعني بالترتيب ها في تنسيق في الكلام ده اسمه عطف الايه نسق يا طالب ومين هو الطالب ما اعرفش مين الطالب ده علي ولا ابراهيم ولا محمد يبقى بدل مش كده لانك لو شلت انت قلت المثال بتاعك ايه جاء الفاروق جاء الفاروق عمر ما هو الفاروق هو مين عمر طب لو بدلنا بينهم جاء عمر والفاروق مش هي يبقى اسمه ايه بدل يعني هذا مكان ايه هذا واحنا قلنا في اللغه العربيه لا فرق بين ايه عطف البيان والبدل الا في ايه مسالتين وتابعا لبدليه يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالايه بالمرضي طيب تعالوا بينا بقى للايه احنا بنتكلم في ايه النوع احنا بنقول بالبدل بقى مش كده عطف النسق والايه والبدل بس سؤالوا عطف النسق غير المحلى بال مش اللي فيه ال عطف النسق ايه غير المحلى بال قالوا هذا في حكم المنادى المستقل كانه مستقل ملوش دعوه باللي قبليه يعني ايه يعني لو قلنا يا محمد ها يا محمد او يا صديق ايه هو الصديق ده اسمه ايه يا صديق عبد الله اسمه عبد الله هل ده في ال لا مضاف ولا مش مضاف مضاف نعرف عبد الله ايه منصوبه طبعا لانك لو قلت يا عبد الله يبقى منادى ايه منادى مضاف مش كده وحكم المضاف ايه منصوب يبقى ده في حكم المنادى الايه المستقل المستقل يعني كانه ايه منادى جديد كانه ايه منادى جديد كانه ايه منادى ايه جديد طب حلو قوي اما اقول يا محمد وعبد الله يا محمد وعلي ايه الفرق بينهم مين يعرف قول انت يا محمد ده منادى ما لناش دعوه بيه وعبد الله ها يا محمد وعبد الله ده منادى مضاف اذا لو قلت يا عبد الله تبقى منادى ايه حكمه ايه منصوب تقول يا عبد الله يا كاتب الدرس يا فاهم الدرس يا قائل الحق مش كده يبقى ده منادى ايه مضاف اعتبره جديد كلمة جديدة خالص انسى انه تابع تقول يا محمد وايه وعبد الله لان ده منادى ايه مضاف طب لو قلت يا صديق وعلي ولا وعليا وعلي وعلي أي صح يبقى يا صديق وعبد الله ويا صديق ويا علي وعلي ليه قلت وعلي وهنا قلت عبد الله لأن علي منادى إيه مفرد علي ده مفرد مش كده لو كان علم أيوة علم لو ناديت علي تقول له يا إيه يا علي أيوة صح
لو ناديت عبد الله تقول له يا ايه؟ يا عبد الله. صح الكلام ده؟ يبقى ده في حكم المنادى الايه؟ المستقل. اسمه المنادى الايه؟ المستقل. طب نشيل الواو ونجيبها بقى بدل يا صديق. مين هو الصديق ده اللي انت بتتكلم عليه؟ علي. يبقى يا صديق علي ويا صديق عبد الله، مش كده؟ يبقى ده بدل، بدل، لان انا تركت الواو، تركت الايه؟ الواو. لا توجد الايه؟ الواو. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ فاهمين؟ ارجو هذا، اتمنى هذا. اللي لسه جاي اهو هنعيد تاني، بنقول تاني، احنا بنتكلم على ايه؟ العنوان هنا تابع المنادى المضموم. ايه المنادى المضموم ده؟ يعني عليه ضمة، منادى عليه ضمة، يعني مبني على الضم. منادى عليه ضمة يعني مبني على الايه؟ على الضم. نقول يا علي، يا إبراهيم، يا فاهم، يا تاجر، يا هكذا. خلاص. لو أتينا بعده بنعت نقول له يا محمد الناجح أو الراسب أو المقيم أو الفاهم أو الدارس. معايا؟ يبقى نعرف الفاهم إيه أو الدارس إيه. نعت. يبقى النعت هنا إيه؟ يجوز فيه الرفع والنصب. نقول يا محمد الفاهم ويا محمد الايه؟ الفاهمة. الفاهم مرفوع مراعاة للايه؟ للفظ، للفظ محمد، لان محمد عليه ضمة، يبقى الفاهم عليها ضمة. لكن يا محمد الفاهمة، يبقى هنا راعينا الايه؟ المحل. لان عندما تعرب محمد قلت يا محمد مبني على الضم في محل ايه؟ نصب. في محل ايه؟ نصب. في محل ايه؟ لان المنادى اصلا ايه؟ منصوب. في محل ايه؟ نصب. حلو قوي. فان قلت يا محمد ضارب علي، يبقى نعرف ضارب علي ايه؟ نعت. يبقى نعت هنا ايه؟ مضاف. بس في ال؟ لا. يبقى حكمه هنا ايه؟ يجب فيه النصب. نقول يا محمد ضارب اللص، ضارب اللص، يا محمد فاتح الكتاب، يا محمد دارس العلم، وهكذا. يبقى هنا يجب ايه؟ فيه ليه؟ لانه ايه؟ مضاف غير محل بايه؟ بقال. طيب يا محمد الكاتب الدرس، الكاتب، الكاتب الدرس، فيه قال هنا مش كده؟ ومضاف برضه. يبقى ايه حكمه؟ وجانوا ليه؟ يا محمد ليه؟ الكاتب الدرسي والكاتبة الدرسي. صح. ماذا قالت الألفية؟ تابعة ذي الضم المضافة دون أل، ألزمه نصبا، كاء زيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو انصب. ما سواه غير الحالة الأولى، ارفع أو إيه؟ أو انصب، مش كده؟ وما سواه ارفع او انصب. واجعلا كمستقل. هي واجعلا ولا واجعلا؟ هي واجعلا. ايه دي بقى دي؟ واجعلا. بص للسبوره، بص هنا. هي واجعلا ولا واجعلا؟ لا واجعلا. الله، النون دي جت منين؟ سامع بيقول ايه؟ الشيخ بيقول ايه؟ النون دي نون التوكيد الايه؟ الخفيفة. الله، ايه الكلام ده؟ هنخرج بقى عن الدرس قليلا، يعني قليلا. انا عندي في اللغة العربية الفعل المضارع حكمه ايه؟ معرب. يلعب الطفل ولن يلعب الطفل ولم يلعب الطفل. الباء هنا هو النحو كله شغلته ايه؟ الباء فقط، الحرف الاخير فقط. هنا يلعب عليها ضمة، لن يلعب عليها ايه؟ فتحة. لم يلعب عليه ايه؟ سكون. يبقى الفعل هنا ايه؟ معرب. طب متى يبنى المضارع؟ اذا اتصلت به ايه؟ نون النسوة، البنات ايه؟ يلعبن،
يجلسنا مبني على الايه؟ مبني على السكون صح. يجلس اي يجلس، اخلو يجلس، يجلسنا مبني على الايه؟ السكون. طب ويجلسنا والنون، نون دي ايه؟ نون ايه دي؟ نون النسوة. ايه حكمها؟ ايه حكم نون النسوة؟ ما حكم نون النسوة؟ ضمير مبني على الايه؟ يجلسنا، يجلسنا في محل ايه؟ رفع. نعربه ايه؟ فاعل. حلو قوي. طيب لأجلسنا، لأجلسنا، النون دي نون الايه؟ توكيد. حلو قوي. لأجلسنا، نون التوكيد اسم ولا حرف؟ حرف. حرف، اوعى تنسى. نون النسوة ايه؟ اسم، ضمير يعني اسم، لكن نون التوكيد حرف. نون التوكيد في اللغة العربية قسمان، انتبه انتبه للكلام ده كويس، انتبه. نون التوكيد في اللغة العربية نوعان، نون ثقيلة ونون ايه؟ خفيفة. ثقيلة يعني ايه؟ نونان في بعضهما. لأفهمنا، لأفهمنا، كم نون هنا؟ حسب نطقك انت، انت وانت تعرف. لأفهمنا، ها كم نون؟ نونان. الاولى ايه؟ سكنة. لأفهمنا الاولى سكنة والتانية متحركة مفتوحة، لكن لأفهمن، لأفهمن نون ايه؟ واحدة بس عليها ايه؟ سكون. يبقى دي نون التوكيد الايه؟ الخفيفة. يبقى دي الخفيفة. ارجو ان انت تنتبه للكلام اللي انا بقوله ده، حتى لو كنت متخصص في اللغة العربية انتبه. لأفهمن دي نون التوكيد الايه؟ الثقيلة. لأفهمن نون التوكيد الايه؟ طب نون التوكيد الخفيفة ممكن تكتب بالألف؟ أيوة تكتب بالألف. لأفهمن، لأجعلن. هنا بقى البيت بيقول إيه؟ أوله إيه؟ وما سواه ارفع، أو ولا أو ما سواه إيه؟ انصب، ارفع أو انصب. واجعل، واجعلن، واجعلن مش واجعل، واجعلن. يبقى الألف دي عبارة عن إيه؟ نون التوكيد الإيه؟ الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة في اللغة العربية ممكن تكتب بالإيه؟ بالألف، إذا كان قبلها إيه؟ فتحة. واجعلن، لا نسف عن بالناصية. افتح المصحف يا أيها القارئ. أنت ما بتفتح المصحف بتلاقيها في المصحف مكتوبة إيه؟ لا نسف عن بالألف ولا بالنون؟ بالالف في المصحف بالالف، لكن انت بتنطقها ايه؟ نون. لا نسف عن، مش كده؟ يبقى دي نون الايه؟ ايه نون الايه؟ التوكيد الايه؟ الخفيف. فهمنا ولا اقول تاني؟ ايه الفرق بقى بين نون التوكيد ونون النسوه؟ نون النسوه فاعل يعني اسم يعني ضمير، لكن نون التوكيد دي ايه؟ حرف لا محل ايه؟ له من الاعراب. الحروف في اللغه العربيه كلها ايه؟ لا محل لها من الاعراب، مش كده؟ اللي هو تابع المنادى. ايوه احنا بنتكلم عن ايه بقى في في التابع هنا؟ عطف النسق والايه والبدل. احنا قلنا في حكم المنادى اللي هي المستقل، كانه مستقل بالكلام، كانه ما فيش كلام قبليه. نقول له يا ايه؟ يا محمد وايه؟ وعبد الله ويا محمد وعلي، مش كده؟ خد بالك هنا عطف النسق غير محل بايه؟ بقل. يا صديق علي، يبقى هو الصديق هو ايه؟ علي، يبقى نعربه ايه بدل؟ يا صديق عبد الله، هو الصديق هو عبد الله. بس ايه الفرق بين محمد وعبد الله؟ محمد ده مفرد، لكن عبد الله ده ايه؟ مضاف. يبقى محمد ايه؟ مضموم، لكن عبد الله ايه؟ منصوب. حلو قوي.
عطف النسق في ال. يا محمد والصديق، وال والصديق. دخل الفصل المدرس والطالب، وال في ال ايه؟ يا محمد والطالب. قال لك بدل، قال لك في ال عطف النسق اللي هو في هنا واو، مش كده؟ اللي هو عم يسميه معطوف ومعطوف عليه. قال لك طالما ان في ال يبقى فيه ايه؟ وجهان، وجهان اللي هم الايه؟ يبقى ننسى حكايه ايه بقى مستقل هنا في ال، يبقى فيه ايه؟ وجهان. ايه هما؟ الرفع والايه؟ والاختيار هنا الايه؟ الرفع. ورفع ينتقى يعني يختار، وما سواه ارفع او انصب. مش كده البيت التالي بيقول ايه؟ وما سواه ارفع او ايه؟ او انصب واجعلا. لا التالت، التالي بيقول ايه؟ ها؟ البيت التالت بيقول ايه؟ ايوه، وان يكن أي البيت الثالث أهو، وإن يكن مصحوب قال ما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى. يعني عطف النسق، عطف الإيه؟ النسق فيه قال فيه إيه؟ وجهان، رفع والإيه؟ لكن هنختار مين؟ الرفع. استدل العلماء بقوله تعالى يا جبال أوبي معه والإيه؟ والطير. ننتبه بقى للجزء ده، ننتبه قوي قوي قوي. يا جبال أوبي معه والإيه؟ والطير. والطير هنا الواو هي في عطف لاصق اهو، والطير فيها ال، مش كده؟ يا جبال، او هي دي بتاعت سبأ اللي احنا بنقول عليها سبأ اهي. يا جبال أوبي معه والإيه؟ والطير. والطير فيها ال هنا، يبقى هنا المنادى ايه؟ يبقى هنا عطف الايه؟ النسق، مش كده؟ في رفع وايه؟ ونصب. المختار هنا الايه؟ الرفع. نقول والطير، لكن في الايه هناك في الايه؟ في المصحف مكتوبه والايه؟ والطير. خد بالك النقطه دي، انتبه ليها كويس، انتبه، انتبه لهذه الجزئيه. يا جبال أوبي معه والايه؟ والطير. والطير سيبويه، سيبويه والخليل ابن احمد والمزني اختاروا الايه؟ الرفع. الخليل ابن احمد ده استاذ سيبويه، استاذه الخليل ابن احمد بتاع العروض، ماده العروض، فاكرينها؟ ها؟ ايوه الفراهيدي صح. احنا هنخرج طرفه قليله ايه؟ قليلا. كان عندنا، اما اللغه العربيه في الاول خالص كان ينطقها العربي خيف على الايه؟ على القرآن الكريم أن يمتد إليه اللحن. فخرج علماء اللغة الأصمعي، أبو عبيدة، عمرو بن العلاء، ليجوبوا الفيافي والبوادي والجبال، يسألون عن اللغة العربية كيف تنطق، كيف يقولها العرب. معايا؟ المهم ايه؟ الاصمعي كان من هؤلاء الايه؟ العلماء. من هؤلاء العلماء من؟ الاصمعي. الاصمعي وجد نفسه عالما في اشياء كثيره الا علم الايه؟ العروض. فماذا يفعل؟ اشار اليه العلماء بان يذهب الى الخليل ابن احمد الفراهيدي اللي هو استاذ علم الايه؟ العروض، ليتعلم عنده. فالخليل ابن احمد وجد ايه؟ الاصمعي. الاصمعي ده عالم كبير قوي 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 قوي. طب ماذا يفعل معه؟ بيعلمه عروض. المهم النهارده والبكره قعد شهر شهرين ثلاثه مش عارف يتعلم. الله، ماذا يفعل معه؟ هو عاوز يقول يقول له ايه؟ يقول له اترك العروض وانتبه بايه؟ للعلوم الثانيه اللي انت عارفها. طب ماذا يفعل معه؟ ده عالم كبير. يقول له انت ما تعرفش عروض، انت مش فاهم. ماذا يفعل؟ ففي في يوم من الايام قال له ايه؟ قطع لي هذا الشعر. انتوا عارفين التقطيع؟
اللي احنا بنعمل ايه الشعر الى اوزان وزن. ربابة ربة البيتي تصب الخل في الزيتي لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. ده كلام مين؟ شاعر من شعراء العصر العباسي، بشار بن ورد العالم المشهور الشاعر المعروف، بس كان كفيف، كان عنده بنت صغيرة بتربي ايه، بتعمل له الاكل وبتربي ايه فراخ عندها في البيت، فهو ايه حب يقول لها شعر يعني ايه على قدها، فيقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. بتربي عشر ايه فراخ، فراخ دجاج، وعندها ديك صوته ايه حلو بيصحي في الفجر يعني. المهم ايه الاصمعي، وايه مين بقى عندنا؟ الخليل ابن احمد. طب الخليل ابن احمد مكسوف انه هو يقول له خجلان انه هو يقول له انت ايه مش عارف حاجه في العروض. ففي يوم من الايام قال له طب خد قطع لي البيت ده، قطع البيت يعني وزنه، قول له لي عروضيا البيت بقى بيقول ايه، اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. اما جه بقى ايه الاصمع يقرا البيت فهم، فهم يقول له انت مش خلاص مش عارف امشي بقى وروح شوف علم تاني. فهو ففهم من هذا، عرفتوا علم العروض بقى. كان مين بقى المؤيد؟ الخليل ابن احمد ومع سيبويه والمزني، الثلاثه مؤيدين ايه الاحسن الرفع. يا جبال اوبي معه والايه والطير، لكن هي الايه ايه والطيره، روايه ايه بقى اللي احنا بنحفظ عليها القران اسمها روايه ايه؟ حفص عن ايه؟ عن عاصم، ايوه كده الروايه بالنصب، لكن هم اختاروا الايه الرفع وقال لك ده هو المشهور. ابن مالك مش على رايهم، قال ايه بقى هنا؟ ها يقول لك هنا البيت الثالث اهو اهو مسحوب قال ما نسق، يعني عطف النسق في قال، في قال والطير ايه، ففيه وجهان ورفع 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 ايه ينتقى يعني يختار يعني الاحسن الرفع، لكن في القران قال لك ايه بالنصب، لكن اللي عند سيبويه ايه والطير مش كده، لكن الروايه الروايه الاصليه ايه والطيرة والطيرة، اوعى تنسى. فهمنا الكلام ده؟ الألفية بتقول ايه بقى من الاول خالص؟ بتقول ايه حضرات؟ تابعة، مش تابع، تابعة، تابعة ذي الضم المضافة دون ال، يبقى تابع مضاف ألزمه نصبا يعني يجب النصب فيه، كأزيد ذا الحيل وما سواه، يعني غير الحالة دي، وما سواه ايه ارفع او انصب، ارفع او ايه او انصب، واجعل كم واجعلا، احنا قلنا واجعلا كمستقل نسقا وبدلا، وان يكن مصحوب الما نسقا ففيه ايه وجهان ورفع ينتقى. هذا وعلى الله قصد السبيل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.